أردوغان هو شخص إخواني ينتمي للإخوان المسلمين بشكل عميق وبشكل معلن، هو لا يخفي هذه الحقيقة. والشخصية الإخوانية أو الإخوان المسلمين بشكل عام يهدفون لشيء وحيد، هو الوصول إلى السلطة، ويستخدمون الدين من أجل الوصول إلى السلطة. لا يستخدمون الدين من أجل إصلاح المجتمع، من أجل نشر المحبة بين الناس، أبدا لا تعنيهم هذه الأمور. الوفاء، الصداقة، هي أشياء ليس لها قيمة. لماذا؟ ولم يفكر للحظة بهذا الموضوع. فكل تلك العلاقة كانت قيمتها صفر بالنسبة لهذا الشخص مقابل المصلحة العليا للتوجه الإخواني الانتهازي. لابد من الفصل بين المشاعر الشخصية والمصلحة الوطنية. المصلحة الوطنية هي الأهم، فإذا كان هناك أي لقاء مع أي طرف هو أو غيره يحقق مصلحة سوريا وينهي الحرب ويوقف نزيف الدماء، من الطبيعي أن نسير اتجاهه. هذا شيء غير قابل للنقاش، لا يجوز أن ننطلق من الغضب أو من غير ذلك من المشاعر، هذا خطأ.